إلى حلقة جديدة من برنامج حيث الإنسان. أهلا بكم مشاهدي بلقيس أينما كنتم، نرحب بكم إلى هذه الحلقة من برنامج حيث الإنسان، هذا البرنامج الذي يسلط الضوء على قصص معاناة وكفاح اليمنيين، نشاركها معكم كقصص ملهمة تستحق الدعم والمساندة وأن تكون نموذجا يحتذى به ضمن برنامج الإنساني مسابقاتي. ننتظر اتصالاتكم مشاهدينا ومشاركاتكم معنا في حلقة هذا المساء على أرقام البرنامج الثلاثة والتي هي ظاهرة معكم على الشاشة. أهلا ومرحبا بكم. كمثله من أبناء تعز الذين هجرتهم الحرب ورمت بهم في مهب المجهول، نزح عبد الجلال من قريته في منطقة الدفاع الجوي إلى وسط مدينة تعز، وهناك دخل في متاهة البحث عن منزل يأوي أسرته وعمل يقيهم ذل الحاجة. في حارة ضيقة ومكتظة بالسكان سكن عبد الجلال مع أولاده في دكان صغير كان مخزنا للبضائع التجارية، وبالقرب منه عمل في كشك صغير لبيع المواد الغذائية بهدف الحصول على ما يعول أسرته. برنامج حيث الإنسان وجد طريقه إلى مستقبل عبد الجلال وحاول تقديم ما أمكنه. دعونا نتابع ونتعرف معكم. إذا كانت الحرب قد تركت أثراً سيئاً في كل البلاد، فإنها في تعز أشد سوءاً. في هذه المدينة تتجلى كل مآسي الحرب، حيث القذائف لا تزال تتساقط على رؤوس ساكنيها منذ 5 سنوات، بالإضافة إلى حصار مطبق حول حياة الناس هنا إلى جحيم لا يطاق. وجد الناس أنفسهم أمام خيارات ضيقة، إما البقاء تحت رحمة القصف أو البحث عن فرصة نجاة مؤقتة ومؤلمة. كانت منطقة الدفاع الجوي المطلة على مدينة تعز واحدة من المناطق التي تضررت كثيراً من الحرب. حيث تدمرت المنازل وتعطلت فرص الحياة وفقد الناس أعمالهم، ما فرض عليهم حالة نزوح قسرية باتجاه المدينة وأريافها. عبد الجلال واحد من أبناء المنطقة الذين لم يجدوا منفذاً للنجاة من هذا الحال إلا بالنزوح إلى مدينة تعز. أنا ناجح من عند الدفاع الجوي جوار شارع 50، نجح هنا لما شفنا الضرب علينا وناس ماتوا قدامنا، هربت بعيال بعد نجحت. نزحنا من شدة الضرب اللي علينا، ولما شفنا الجهال يموتوا وحريم ماتين هي الحاملات، واحد دق من الحارة حقنها جيش الكتب اللي بني عادوا خرج
قنصونا من القارئ مدري اسمه الرصاصة دخلته من هنا كذا عدوا خرج من عند بيتنا وقال زرقوته هربتوا قلت ما عم فيش أمان عن عيشة قدني ضم عيالي حسن. رحبت به المدينة لكنها لم تكن قادرة على تقديم العون له. المدينة الصغيرة والمكتظة بساكنيها والمشغولة بالحرب لم تنتبه لعبد الجلال وغيره من النازحين إليها. انتهت رحلة عبد الجلال في البحث عن شقة للإيجار إلى طريق مسدود، وبعد صعوبة بالغة وجد دكاناً صغيراً وسط المدينة، وتحديداً في هذا الحي، حي الكوثر، حارة ضيقة ومزدحمة ومكتظة بالسكان. عيشتنا والله زفت الزفت، مش زي عيشة الناس يعني كده من كرداح لكرداح، والأكل الأكل حقا إحنا أي كلام، ما هلش التغذية سعى الناس، ما فيش معونة سعى الناس، ما فيش حاجة يعني. في هذا الدكان الصغير تعيش أسرة مكونة من 13 فرداً، أب وأم وتسع بنات وولدان. كان هذا المكان في السابق مخزناً للبضائع التجارية، لكنه الآن ملجأ لهذه الأسرة الكبيرة التي تسكن منذ سنوات في وضع صعب وغير آمن. رغم ضيق المساحة يحاول أفراد الأسرة قضاء حياتهم بصعوبة بالغة. هنا يجتمعون للأكل، هنا يذاكرون دروسهم ويؤدون واجباتهم المدرسية. وهنا أيضاً يلعب الأطفال لنسيان هموم صنعها الكبار. قريباً من مسكن أسرته يعمل عبد الجلال من الصباح حتى المساء في هذا الكشك الصغير من أجل لقمة عيش أولاده. يبيع فيه بعضاً من المواد الغذائية البسيطة ليقيهم بها من خطر الجوع ويحميهم من التشرد والضياع. تحت حرارة الشمس أو في البرد القارس ينتظر من يشتري بضاعته، لكنه يعود كل يوم بمال بالكاد يكفي احتياجات أسرته
ولا يلبي كل مستلزمات أولاده، ولا يكفي كذلك لإعالتهم. أتمنى محلنا يكون أوسع، علشان أبقى أطلب الله وأخرج من المحل هذا الساق اللي سكن مثل الناس اللي يقول حالي، يكون مكان أوسع، لأن هنا اللي إحنا في ظلمة، مكان زيخ من اللي إحنا واحد أبوه. يعني لو في مكان أوسع أحسن، اللي يخرج أطلب الله ووفر لعيالي سكن ووفر لعيالي لقمة العيش مثل الناس. ألف مبروك، يسعدنا في برنامج حيث الإنسان أن يحقق حلمه، أتمنى أنه يتحقق، علشان أسعد عيالي وأسعد زوجها وأسعد نفسي. إذا تحقق الحلم هذا في محل في كذا، بدرس العيال، بساق لي بيت للأسرة، ببقي أطلب الله في المحل، أعيش زي ما يعيش الناس. بالأحسن، وإن شاء الله يتحقق إن شاء الله. من عتمة ليل اليأس ينبثق نهار الأمل، وهذا الكشك الصغير سيصبح مشروعاً أكبر يحقق لعبد الجلال وأسرته بعضاً مما يحتاجونه. في هذا المكان تبتدئ حياة جديدة، ومن هنا سيصنع الجلال فرصة مختلفة تنتهي معها معاناته. والله العظيم يعني انا خلصت من ذكر من جد، يعني ما حصلت الفرحه دي هاي عندي. ما فرحت نتنا الله يفرحكم. الله يبارك فيك. وبعدين الان شرقت، انا مطمنه. اني مطمنه اني كنت من اول اجي اهم الحاجه ما حلش معي، انا ايش اجيب حق الرزق، ايش اجيب حق هذا الحين شرقت، وانا مطمنه في معي حاجه مشروع عملته في على نفسي ولا على عيالي. إن أنا أسعد عيالي، أدرسهم، أستأجر بيت، أحاول أخرج من الدكان هذا لمكان أحسن. أصبح الآن بمقدور عبد الجلال أن يذهب إلى بقالته التي تقع أمام مسكنه. يذهب الجلال إلى بقالته مبتسماً مليئاً بالأمل، لقد خلق له المشروع الجديد مصدر رزق مستقراً وآمناً ليصبح أقل قلقاً على وضع أسرته. إنه يخطط الآن للانتقال إلى الاستقرار في شقة واسعة. Thank you.
كأني خلقت من جديد ولم أشعر بهذه الفرحة من قبل. أيضا نحن فرحنا لك يا عبد الجلال، وهذه فرحة مشتركة بيننا وبينك، ونتمنى لك أن تحقق كل طموحات وأحلام أبنائك. عبد الجلال واحد من ضحايا النزوح في اليمن، هي مأساة كبيرة يعاني منها قرابة 3 ملايين يمني جراء هذه الحرب. لكن عبد الجلال الآن أصبح صاحب مشروع يمكنه من إعالة أسرته ويضمن لهم حياة كريمة بحول الله. مشاهدينا الكرام، تابعنا قصة عبد الجلال اليوم، والمسابقة ستكون من تفاصيل هذه القصة. وأود لفت انتباهكم إلى أن الأرقام 3 الخاصة في برنامج حيث الإنسان أصبحت تعمل معنا من جديد، وعاد الرقمين الأرضيين للمشاركة معنا، والتواصل بإمكانكم من خلال هذه الرقمين اليوم في هذه الحلقة من برنامج حيث الإنسان. إذن بإمكانكم التواصل والمشاركة معنا من خلال 3 الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة للإجابة على أسئلة قصة الليلة والتي كان بطلها عبد الجلال وأسرته من محافظة تعز. لدينا اتصال. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام، من معي؟ كيف حالك أستاذ سامي؟ الحمد لله، كيف حالك؟ الحمد لله، معك محمد العماري. محمد العماري، من فين يا محمد؟ من عدن خور مكسر. من عدن خور مكسر، تابعت القصة محمد؟ أكيد، تابعتها عبر إذاعة بلقيس الذي موجودة في عدن. أيوة، طيب، وأنت تسمع للقصة بالراديو يعني في الإذاعة، هل تأثرت بهذه القصة؟ هل يعني فهمت تفاصيل هذه القصة؟ عشت الدور، يعني عشت الدور وشفت المعاناة الذي كان يعانيها عندما كان في شارع 50 في الدفاع الجوي، بعدين انتقل إلى حي الكوثر، وكان معه يعني ساجر دكان صغير، وكان عدد أفراد أسرته 13، منهم 9 بنات وطفلين والأب والأم، وكان يعمل بكشك لكي يقضي يسد الحاجة يعني. طيب خلاص، أنت جاوبت على الأسئلة كلهن، مبروك لك 500,000، روحنا خلاص. الله يحفظك استسامي، ضروري مبروك، خلاص جاوبت على الأسئلة كلها، أروح أنا خلاص معنا اليمنيين. طيب يا محمد، أنت رهيب. هذه المعلومات كلها كتبتها في ورقة وقلم ولا كيف؟ لا والله، أنا منذ الاحتياط الخاصة كفيف أسمع سمع وحفظتهم حفظ. ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك يا محمد، ما شاء الله، مبروك. غدا الشي يبارك لك، غدا ما سبتكش. مفروض طيب. 50 مفروض 200,000. 500 كلها، جاوبت الأسئلة كلهم. خلاص نودع الناس، مع السلامه، اودعهم من الحلقه، ومبروك ال 500 لك يا محمد. لا لا لا، خلي تحفظ فرصه للاخرين، ورجاء يا استاذ سامي اللي ما سمعش القصه يتيح للاخرين، او يكون يسمع الفيلم، يعني لا يكونش يسرع يحاول بالاتصال، انا ما اتصلت الا بعد ما سمعت الفيلم. صحيح، شكرا لك. والهدف انه مش برنامج مسابقات ونقدم جوائز للناس، يعني كان ممكن نعمل شكل تلفزيوني اخر، الهدف انه القصص هذه اللي نتابعها، انه هي هذه القصص من واقعنا، يعني قصص لاهلنا، يعني نشوف لو نوصل الحال بالناس، هذا هو الهدف يعني. طيب سؤالي لك وانت بتجاوبه اكيد، ايش اسم صاحب القصه؟ عبد الجلال. مبروك عليك 50,000 يا محمد. الله يحفظك. شكرا لك محمد بن عدم من خور مكسر، شكرا جزيلا لك، اسعدتنا بهذا الاتصال. طيب اتصال اخر. الو الو، أنا قريت التعليق الآن استفزني نوعا ما. من معي؟ معك أحلام من محافظة إب. أحلام من محافظة إب، طيب بس أنا الشيء ردي أحلام، انتظري، في واحد من الأشخاص كاتب اسمه فاقد شيء، يقول يعملوا حالة ويطرحوا أسئلة عليه، دردحوا فيه. يبدو أنك يا صديقي فاقد كثير أشياء مش شيء واحد. أحلام من أي محافظة؟ من محافظة إب. من محافظة إب، تابعت القصة يا أحلام؟ تابعت. طيب السؤال يا أحلام، ما اسم المنطقة التي نزح منها عبد الجلال وأسرته؟ منطقة الدفاع الجوي. يا سلام عليك يا أحلام، مبروك لك 50,000 ريال، إجابة صحيحة، مبروك لك يا أحلام. يلا شكرا. عفوا، شكرا لي أحلام. اتصال آخر. ألو ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. من معنا؟ شمس فؤاد من عدن. شمس فؤاد من عدن. ايوه. شمس، عشان التأخير في الصوت اسمعيني من التليفون واتصلت التلفزيون. اوكي سامعك. طيب تابعت القصة يا شمس؟ ايوه تابعت القصة كلها. كلها. وكتبتي معلومات؟ كتبتها المعلومات، نعم.
قدامك دفتر ورقة أو قلم؟ أيوة. طيب سؤالي، كم عدد أفراد أسرة عبد الجلال؟ عددهم 13 فرد. 13 فرد. الوالد أيوة. الوالد والوالدة. تسع بنات ولدين. يا سلام عليك، مبروك لك 50,000 ريال يا شمس. شكرا. عفوا، مبروك لشمس 50,000. طيب نذهب إلى القرعة، وقبل أن نجري القرعة فقط هناك تنويه مشاهدينا أنه في أحد الفائزين صاحب الرقم 770-948-364. حاولنا التواصل مع صاحب هذا الرقم بعد انتهاء حلقة الأمس لكنه حتى اللحظة لم يرد علينا، ستظل لديه فرصة حتى الغد للفوز بالجائزة أو سيتم استبداله بفائز آخر في حال لم يرد على الاتصالات. صاحب الرقم 770-948-364، وأتمنى أن يرد على الاتصالات والتواصل التي يقوم بها الزملاء في برنامج حيث الإنسان لإيصال وإرسال جائزته. وعلى العموم هي بعد انتهاء الحلقة يتم التواصل مع الفائزين مباشرة وإرسال جوائزهم المالية اليوم التالي أو على الأكثر بعد خلال يومين فقط حتى لا نتأخر بتسليم الجوائز. الآن سنجري القرعة ونختار الفائز عن سؤال حلقة أمس، وكان السؤال يقول: الخالة أم سعد في أي قرية تعيش في محافظة لحج؟ وكانت الاختيارات الثلاثة هي الاختيار الأول هرنديان، والاختيار الثاني الحسيني، والاختيار الثالث الحوطة. الإجابة الصحيحة كانت الاختيار الأول رقم 1. وصلتنا 45,753 رسالة من خلال الواتساب للإجابة على السؤال، لكن الإجابة الصحيحة 31,754، وللأسف هناك 13,999 إجابة خاطئة. الآن سنختار فائز معكم على الهواء مباشرة، والفائز الأول وقيمة جائزته 50,000 ريال. بسم الله، مبروك إذن لصاحب الرقم 715-784-054. إذن مبروك لصاحب الرقم الظاهر على الشاشة 715-784-054. خلوا بس على الشاشة وش يشرح للناس شيء. البعض يسأل ويقول: كيف تجرون القرعة خلال 10 ثواني أو 15 ثانية على 30,000 رقم؟ الآلية يا صديقي تتم أنه أرقام التليفون الجوال في اليمن هي 9 أرقام، ففي نفس ال 15 الثانية اللي تتابعها أنت كل رقم من الأرقام التسعة بيتحرك يعني من 0 إلى 9، فبالتالي 15 ثانية كافية أنه تتحرك الأرقام التسعة بشكل مستمر وسريع، ونجري السحب بشكل عشوائي، وكونوا واثقين في برنامج حيث الإنسان. طيب اتصال آخر. ألو ألو، السلام عليكم. شهر مبارك أو خواتم مباركة. من معي؟ معك رائد أمين محمد. رائد أمين محمد. رائد أمين محمد من أي محافظة يا رائد؟ من محافظة المحويت. من المحويت، حياك يا رائد. أي حياك حياك، أهلا وسهلا بك في حيث الإنسان. من محافظة المحويت. تمام، اسمع، أنت تسمعني من التلفزيون أو من التليفون؟ من التليفون أسمعك. من التليفون، تابعت القصة؟ أيوة، يعني شوي شوي. نصغل. ليش؟ كانت كهرباء طاقة. تمام. طيب سؤالك يا صديقي رائد، لماذا نزحت أسرة عبد الجلال؟ ايش السبب اللي خلى أسرة عبد الجلال تنزح؟ لماذا نزحت؟ الو، لماذا نزحت أسرة عبد الجلال؟ ايش سبب نزوح الأسرة؟ لماذا نزحت؟ ايوه الأسرة، أسرة عبد الجلال ليش نزحت؟ تركت منزلها السابق. نزحت للحرب، لتضرر من الحرب. بسبب الحرب، صحيح، من القصف والحرب، كما ذكر عبد الجلال أنه بدأ بأولاده ومن ثم نزحه. مبروك لك 50,000 ريال يا رائد من المحويت، مبروك لك 50,000 ريال. شكرا. مبروك لك، مبروك. اتصال آخر. ألو ألو، السلام عليكم. ألو ألو، السلام عليكم. عليكم السلام.
من معي؟ الو ايوه معك. السلام عليكم. وعليكم السلام، من معنا؟ حفظ الله. حفظ الله، من فين يا حفظ الله؟ من عدن. من عدن، حياك يا حفظ الله. الى حفظ الله الى الان. حفظ محمد. حفظ الله علي محمد. لو هبة الله؟ من عدن، من عدن، هبة الله. هبة الله. هبة الله. هبة الله، هبة الله من عدن. طيب. أيوه هبة الله علي محمد. هبة الله علي محمد، حياك. سؤالك؟ أيوه أيوه. السؤال ما هو؟ لا السؤال أين كان يسكن عبد الجلال وأسرته؟ قبل سكنهم فين يسكنوا؟ فين يسكنوا؟ أيوه. تابعت القصة؟ أيوه أيوه. تمام، ساكنين فين الأسرة؟ أسرة عبد الجلال ساكنة فين؟ في قش صغير، في مخزن. في مخزن، في دكان، صحيح، مخزن مواد غذائية، دكان. مبروك لك، جائزة 50,000 ريال. في كشك صغير مخزن في دكان، دكان. مبروك عليك إن شاء الله. شوف لأنك تسمعني من التلفزيون ففي تأخير في الصوت، عادك عرفت لأنك فزت. مبروك لك الجائزة 50,000 ريال. يلا. ألو. مبروك. السلام عليكم. وعليكم السلام، من معنا؟ أم مازن. أم مازن، من فين يا أم مازن؟ من الحديدة. من الحديدة، أهلا بك أم مازن. تابعت القصة أم مازن؟ أيوة تابعت. أتأثرتي بالقصة؟ الصوت يتقطع شوية. صوتي واضح عندك؟ يعني قليل. طيب لو ترفعوا الصوت شوية يا شباب. أستاذ أرسان شوية الصوت. ألو. ألو تسمعيني الآن واضح؟ أيوة أيوة. طيب سؤالي لك، ما هو مصدر رزق أسرة نعم. عبد الجلال؟ كان كشك صغير. كشك صغير. نعم. إيش يبيع في الكشك؟ يبيع فيه مواد غذائية بسيطة. مبروك لك 50,000 ريال، جابة صحيحة. مواد غذائية. مبروك مبروك، إجابتك صحيحة. شكرا لك، شكرا. مبروك، هذه الفرحة اللي نشتيها في البرنامج. مبروك لك 50,000 ريال. طيب الآن نجري السحب، نختار فائز ثاني وقيمة جائزته 50,000 ريال عن سؤال أمس، وكانت الإجابة صحيحة لاختيار رقم 1. بسم الله، الفائز الثاني. مبروك لصاحب الرقم 7 0 1 1 9 9 7 7 8. إذن مبروك لصاحب الرقم 7 0 1 1 9 9 7 7 8. أمس كان في ناس يسألوا يقول لك شركة واي، ليش ما فيش فائزين من شركة واي؟ اليوم معنا فائز من شركة واي، 7 0 1 1 9 9 7 7 8. إذن مبروك لصاحب الرقم، جائزته 50,000 ريال وهو الفائز الثاني معنا. اتصال. ألو. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. ومن معنا؟ ألو السلام عليكم. وعليكم السلام، من معنا؟ فوزية محمد فضل. فوزية؟ أيوة. الحمد لله في تحسن بالسمع عندي والله، الحمد لله. من أي محافظة؟ من عدن، عدن كريتر. اليوم أصحاب عدن مسيطرين، أنت المتسابقة الرابعة. أيوة من بريقة. أيوة إن شاء الله. إيش ليش أنتم مسيطرين أصحاب عدن اليوم؟ إيش القصة؟ مداني أول مرة أشارك الصدق. أول مرة تتابعينا؟ أيوة والله أول مرة، من أول ليلة أشارك ما يمسكش الخط. طيب تابعت القصة اليوم، قصة عبد الجلال؟ أيوة تابع إن شاء الله تابع. ملمة بكل المعلومات؟ والله تابعت المعلومات، سجلت الورقة جنبي إن شاء الله يستر. سجلتي جنبك ورقة وقلم؟ أيوة. طيب إيش المشروع اللي برنامج حيث الإنسان ساعد فيه عبد الجلال؟ وايش اسم المحل؟
عمل له محل كبير في بمواد غذائية. أيوة، وش اسم المحل؟ تموينات العزاني. مبروك عليك 50,000 ريال، مبروك. الله يبارك فيك. يلا خلاص، عاد بتشاركي مرة ثانية ولا خلاص؟ ألو. طيب ألو، خلاص فازت وخلاص ما عاد عبرتنيش. تمام. واحد يسأل يقول لو واحد شارك وفاز بالواتساب يقدر يشارك مرة ثانية ويفوز؟ يبدأ يشارك ويفوز أول مرة وبعدين سهل المرة الثانية. طيب اتصال آخر. ألو. ألو. هذا رافع صوت التلفزيون. أيوة. الأخير. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. من معي؟ معك محمد طاهر من المنشير. طيب يا محمد، خلينا نتفق أول شيء أنك توطي صوت التلفزيون عشان الصدى. كيف؟ وطي صوت التلفزيون عشان الصدى. أيوة أنا معك. يلا وطيته؟ أيوة وطيته. طيب محمد من أي محافظة؟ من محافظة حجة. من حجة، حياك يا محمد. الله يحييك. طيب هو الأسئلة خلصت، لكن حاول أن أسألك. أيوة الأسئلة المرصودة خلصت لحلقة اليوم، لكن أنا حاول أسألك سؤال عن تفاصيل القصة. اللهم صل وسلم على محمد. خلينا نذكر شيء من القصة. قال أنت تابعت القصة؟ تابعت القصة؟ يا محمد. محمد. أيوة تابعت القصة. تابعتها. طيب. أيوة. لما الشباب أعطوا الكارت ومفتاح المحل لعبد الجلال، قال جملة، قال اليوم أنا كأني إيش؟ محمد. يا محمد. قال هذا من فرحان مفرحة من قبل. كأنه ولد من جديد. مبروك لك. من قبل. مبروك لك 50,000 ريال، تستاهل. مبروك لك 50,000 ريال، مبروك. مبروك يا عبد الجلال. الله يسلمك. مبروك يا محمد وصاحب القصة عبد الجلال، مبروك لك. طيب الآن نختار الفائز الثالث معنا عن سؤال أمس، وكانت الإجابة الصحيحة الاختيار رقم واحد، والفائز الثالث معنا. بسم الله. مبروك لصاحب الرقم 7119177. إذا مبروك لصاحب الرقم 7119177. مبروك لصاحب الرقم 50,000 ريال، ولديكم مشاهدينا فرصة للفوز معنا بثلاث جوائز مالية عن سؤال واتساب، وسيكون من تفاصيل قصة الليلة حول عائلة عبد الجليل. الآن نذكركم بثلاث الأرقام الفائزة والتي اخترناها بشكل عشوائي معكم في حلقة هذا المساء عن سؤال أمس. إذن مبروك الأرقام الثلاثة 715-784-054، والرقم الثاني 701-199-778، والرقم الثالث 711-911-077. مبروك إذن للفائزين الثلاثة. إذن مشاهدينا مبروك للفائزين الثلاثة معنا عن سؤال واتساب، وتذكير أخير بأن صاحب الرقم أحد الفائزين معنا في حلقة أمس رقم 770-948-364، حاولنا التواصل به لكن حتى اللحظة لم يرد على اتصالاتنا ولا رسائلنا حتى نتمكن من أخذ بياناته كاملة ونرسل له المبلغ المالي إليه حيث ما كان في أي مدينة من مدن اليمن. سنحاول التواصل معه ونرجو إذا كان يشاهدنا أن يتواصل أو يفتح تليفونه أو نعرف إيش المشكلة مع صاحب الرقم.
مشاهدينا الكرام، الآن سنعرض لكم سؤال حلقة اليوم عبر الواتساب، يمكنكم الإجابة على هذا السؤال والفوز بثلاث جوائز مالية. نتابع. السؤال معكم على الشاشة: في أي حي سكنت عائلة عبد الجلال؟ الاختيار الأول بير باشا، الاختيار الثاني المسبح، الاختيار الثالث الكوثر. للمشاركة بشكل صحيح فقط أرسلوا رقم الإجابة 1 أو 2 أو 3، فقط رقم الإجابة حتى تتمكنوا من المشاركة معنا. هذا البرنامج برعاية مؤسسة توكل كرمان. إذن مبروك مقدما للفائزين معنا عن سؤال حلقة اليوم. السؤال معكم كان قبل قليل على الشاشة، فقط أرسلوا رقم الإجابة 1 أو 2 أو 3، وغدا سنجري السحب. وأشكر كل من شارك معنا وتفاعل من خلال البث المباشر على الفيسبوك ومن يقدم ويتوقع الإجابات. والآن بدأوا بتوقع الإجابة الصحيحة عن سؤال الواتساب، لذلك أدعوكم للمشاركة وإرسال هذه الإجابات. فقط أرسلوا الرقم على رقم الواتساب الخاص في البرنامج، وغدا سنجري السحب ونختار 3 فائزين معنا في برنامج حيث الإنسان. وصلنا إلى ختام حلقة هذا المساء، نلقاكم غدا وحلقة جديدة من حيث الإنسان في ليالي رمضان على شاشة بلقيس. كونوا بخير. سترى نفسك في الغير وستعرف ما تحدثه لمسة إحسان. بالخير سندرك حتما كم نحن بخير، بحكايات تأخذنا حيث هذا البرنامج برعاية مؤسسة توكل كرمان.